السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كنت عايزه بس يعني حضرتك تفيدني في حاجه، ان انا فعلا كل شهر بتعب نفسيا بسبب الموضوع ده. ماشي، ايه اللي عندك؟ انا العاده بتاعتي بتبقى غالبا 7 ايام، بعد كده ما بقدرش اتيقن ان انا عندي جفاف او طهر، مش بقدر اعرف انا ايه اللي بيحصل. خلاص بس الغي قصه تاكل من الجفاف او طهر. هل بينزل عليك دم بعد 7 ايام؟ لا، بينزل صفر او قدر. خلاص لا اعتبار لها بعد مده الحيض، حتى لو نزل، لان الصفر القدر مش اسمها دم حيض، هي مش دم حيض. خلاص، انا قعدت اقرا كتير عن الموضوع بس قال ان هو، ما انت هتوهم انت تسمعني ملخص لك الكلام الحمد لله، لكن مصر على الجدل. لا والله، بس انا يعني مده الحيض عندك مريضه بالوسواس القهري، فعشان كده انا ما عنديش يقين، عشان كده بتصل اسال حضرتك. معلش، خلاص الان إذا انقطع الدم وانتهت مدة الحيض ال7 أيام اغتسلي وصلي، لا تبالي بالصفر والقدرة بعد ذلك. تمام، يعني حتى لو ما فيش وصل، ما قدرتش أفصل بينهم، بدل ما فيش دم خلاص. مش عايزين أبلس عندنا، مش عايزين إبليس. حاضر. خلاص. دعوتك بالشفاء. الله يعافيك يا رب من عنده ومرضى المسلمين.